فقرة ضيف، ونستضيف فيها اليوم الأستاذ الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. حياك الله دكتور، أهلا بك معنا. مرحبا أستاذ زهراء، ومرحبا كل المشاهدين الكرام، ورمضان مبارك للجميع. طيب، البارحة تحدث وزير المالية أمام مجلس النواب عن التدابير التي اتخذتها الحكومة في ظل هذه الجائحة، ولكنه تحدث كذلك عن الخسائر. هل لنا أن نعود إلى هذه الخسائر؟ لأننا لم نتطرق لها كثيرا في مواعيدنا الخبرية حتى في الصحافة بمجمل أنواعها. صحيح، لأنه كل ما كانت الحياة نسبة كبيرة من الحياة الاقتصادية متوقفة إلا وطبعا غيكونوا خسائر، لأن سلسلة الإنتاج والاستهلاك وغير ذلك كل شيء مختل في المرحلة الحالية بحكم حالة الطوارئ والحجر الصحي. المندوبية السامية كتوقع بل ما كتقول أنه في هذه المرحلة غنكونوا قدنا في معدل النمو حوالي 9 نقاط. 9 نقاط ماشي سهلة، راه تقدر إلى الجفاف كتوصلنا 40 مليار ديال الدرهم تقريبا في هذه المرحلة القصيرة اللي كنتكلم عليها. الصندوق اللي تنشأ قام بدور كبير، خفف على معاناة المواطنين، خفف على معاناة المقاولة، ولكن المجالات والقطاعات فيها خسائر. السياحة مثلا، السياحة بلا بمداخيلها يعني بكل ما لها ديال العملة الصعبة، للفنادق للمطاعم للمهرجان غير ذلك، السياحة فينا المداخل الجمركية، المداخل الضريبية، مداخل الخدمات، يعني هذه لوطروت ولغير ذلك، هذه خسائر يجب يعني التذكير بها. الطيران الجهرة ديال السفر، الطيران ديال المسافرين كله خسائر. الشركات اللي فيها فقدان مناصب الشغل، وحسب بعض الدراسات تقدر تكون وصلت ل 140 ألف مثلا، خسائرنا في الصادرات. ما تنسيش أن قطاع السيارات مثلا كيتضرر وغير ذلك. ما تنسيش بأن الاتحاد الأوروبي احنا كنركزوا في معاملتنا 60% مثلا ديال الصادرات و 60% ديال الاستثمارات اللي موجودة عندنا، وحوالي هذا الرقم أيضا من السياحة ومن العائدات راه أكثر من 70% لأن مهاجرينا موجودين في هذه المنطقة. وهذه المنطقة ديال الاتحاد الأوروبي هي اللي كتعرف ضرر كبير في المرحلة الحالية لأنها تئنه تحت وطأة كورونا. إذا مزيان كاين قطاعات اللي ما فيهمش خسائر كبيرة بحال فوسفات والاتصالات وبعض الخدمات والمعاملات، ولكن بصفة عامة هناك خسارة يعني تذكر وعندها مبلغ هام وتكاليف هامة. هل يمكن للاقتصاد التضامني أن يجد بدائل في هذه الظروف؟ احنا اصلا متشبتين بالاقتصاد التضامني ديالنا. الصندوق اللي دار واللي كنا كنتوقعوا فيه 10 المليار ديال الدرهم وصل الان الحمد لله ل 32 كما قلتي مع هذا كله تضامن. المرحله المقبله ستعتمد على المرحله التضامنيه، المرحله اللي غادي تفوت كورونا من بعد غيكون الاقتصاد التضامني فيها، لان اساسي بالنسبه لنا خاصه انه تنويع الاقتصاد ديالنا غيصبح اساسي، وايضا تنويع الشركاء غيصبح اساسي، وايضا الـ يعني التفضيليه في المنتوج الوطني هذا ايضا يجب ان نهتم به بشكل كبير. طيب، اذا اريد ان افتح قوسا لاتحدث عن الكمامات. السيد الحفيظ العالمي تحدث عن هذه الكمامات التي اصبحت اليوم موجوده في السوق الوطنيه، انتقلنا من 0 كمامة الى اكثر من 7 ملايين كمامة مع حديثه عن امكانيه التصدير كذلك. هو ما خصناش الكمامات نحطوها هي قدام عينينا. نعم الكمامات، لا 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 يا دكتور، خصنا لازم ان نتحدث عن ذلك، انها ضروريه جدا في مواجهه الوباء، وهناك دول متقدمه جدا تعاني نقصا ان لم اقل ندره خانقه في ذلك. علاش انا قلت لك ما خصناش نوضعوا فقط الكمامات قدام عينينا؟ لان كننساو ما نقوم به حاليا من جهود كبيره، لا على مستوى الكمامات اللي حدث كبير، ولكن ماشي هو بحدو اللي كاين. راه كاين الجهد الكبير اللي بدل في مسائل الصناعه ديال لي ريسبيراتور، راه كاين الجهد الكبير اللي كاين في مجال التعقيم، راه كاين التعبئه الوطنيه الكبيره اللي هي الحدث الكبير اننا كنعيشوا تعبئه وطنيه وماليه واجتماعيه وغير ذلك. هذا الشيء كله مع النمو الى مشينا فيه معنى اننا راح ندخلنا في النموذج التنموي الجديد الذي يجب ان يعرف بانه المرحله المقبله هي مرحله الموارد الوطنيه الداخليه، الكفاءات الوطنيه الداخليه، وتشجيع الصناعات الداخليه كذلك. احنا هضرنا عليها في الاسبوع اللي فات، لان التفضيليه الوطنيه اصبحت ضروريه لك في الانتاج، اصبح انتاجك يجب ان يكون متمحورا، لان المنتوج الوطني اذا ما انت ركزت عليه وركزت على سواعدك وكفاءاتك هي اللي اعطت هذا الشيء اللي قلتي.
ديال الكمامات الان اعتبر زاد في الوقت اللي كتعاني فيه فرنسا، في الوقت اللي عانت فيه في امريكان، وراك شفتي شحال مشى الامريكان من كمامه بالملايين من الصين. انت الان في وضع مريح، انت ايضا في وضع مريح لانك استبقت وقمت بالاحتراز، وايضا ربحت الوقت لتهيئ وتجهز مستشفياتك، تجهزها بشكل هام جدا وتبني مستشفيات جديده. اذا السياسه التي ستقوم بها في المرحله المقبله هي التي ستعطيك هذا الانتصار. طيب ما بعد الحجر، كيف يمكن ان نسير الى هذه الفتره بخطى ثابته؟ احنا هناك دول الان كتسبقنا، وعاد قلت على المانيا، راكم شفتوا يعني عاد فجاه عاد عودات روبوندات المسائل وعودات رجعات من جديد. اذا لابد من المرحله الجايه ما يكون يطبعها الحظر والتدرج. الحظر اساسي والتدرج اساسي، لان العالم الان كيراجع اوراقه كامله بحال شي بوصله جديده لمفاهيم ومنظومات من طبيعه الحال اقتصاديه جديده. خاصنا نكونوا نوضعوا في الطاوله باش نستافدوا من المرحله المقبله بكل المكاسب اللي كنشوفوها قدامنا في التجارب الاخرى وبكل الحزم. الصراع الان يسير نحو التمركز، حنا نكونوا مهيئين من الان ونمشيو بالتدرج في المرحله المقبله، لان مرحله اساسيه وهي اللي قال عليها وزير الماليه انها المرحله الاولى، ولكن بالمواكبه يكون هناك شيء من الحذر. حنا نمشيو نحو التحكم بالبؤر حيثما كانت، يعني بحال شي منطقه جغرافيه مثلا موجوده في هذه المنطقه، هذه المنطقه هي اللي تركز فيها الحجر اكثر. حنا خصنا نمشيو نحو الاستعداد لحياه جديده، اقول بناء حياه جديده بما تستلزمه من تعود على وضع الكمامات، على التباعد الصحي الاجتماعي، على التزود الدائم بوسائل التطهير والتعقيم وغير ذلك. المرحلة الجاية غيطبعها أيضا وضع قوانين جديدة وطوابق جديدة. هل تعتقد أن إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية مهم في الفترة المقبلة؟ هل هذا وارد؟ طبعا احنا قمنا به، احنا قمنا به الآن وحنا كننجحوا فيه في المرحلة الحالية أننا كنوزعوا الأدوار. أعطيني أمثلة أستاذ على إعادة اللي قلتي المثال اللي قلتي، الكمامات كانت مؤسسات وحدات كتنتج أشياء أخرى وتوجهت ونجحت في المهمة ديالها. الآن في الإنتاج ما دمتي كتقوم بهذه المسائل فإذا لابد أن تعتمد في المرحلة المقبلة على اقتصاد التنوع وعلى تصدير المنتوج المغربي، على تنويع الشركاء كما قلنا، على وضع سياسة، وهذا مهم للحكامة والعمل الحكومي، لأن شفنا بعض الأشياء اللي هي خصنا نهتموا بها في المرحلة المقبلة، على تطوير البحث العلمي والصناعة التحويلية، هي أعطتنا قيمة، الصناعة الغذائية أعطتنا قيمة الآن، لما مشينا في الفلاحة واهتمينا بها والماء في واحد المرحلة، الآن هو أعطانا قيمة. إذا الحفاظ على هذا المسار في دعم الفلاحة، ولكن تقوية دعم الصناعة كما قلتي، ودعم المقاولة المغربية. الآن وصلنا لمرحلة أيضا خاصة المقبلة للتفكير بواقعية في مسألة محاربة الفقر والتخفيف منه، والتشغيل أيضا إيجاد خطط لازمة بما فيها التكوين المهني واستنباط الدروس. دكتور كذلك واحد القضية بغيت نقولها لأساسية، أن الصحة غتولي في المرحلة المقبلة أساس. اللي بغي يجي عندك مستثمر يشوف الواقع الصحي ديالك، واللي بغي يجي عندك سائح يشوف الواقع الصحي ديالك، وهذا أيضا خصنا نستلهموا من الدروس. بالنسبة إليك الصحة تصبح معيارا في التوجه السياسي؟ سيكون ذلك، سيكون كذلك، لأن شفناها في كأس العالم، في تنظيم كأس العالم شفناها في تنظيم كذا أنها أساسية. إذا ديك الفترة كان علينا نفيق ونكونوا مجتهدين، ولكن الحمد لله أننا الآن كنقفزوا ما حققناه في المجال الصحي الآن هام جدا، لأن خدينا الوقت عبر السياسة الاحترازية، ويجب أن نستمر، يجب أن ننقي وارداتنا، ماشي أي حاجة نستوردها وكتدي لنا العملة الصعبة، ويجب أن نهتم بالصادرات كما قلت من أجل التخفيف عن الميزان التجاري والتخفيف أيضا من التبعية الدولية، مع الاحتفاظ بطابع الانفتاح، وهذا شيء طبيعي، والبحث العلمي والابتكار والتعليم كذلك. شكرا جزيلا لكم الدكتور عبد العزيز نزار الروماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكرا لكم.